وللمزيد حول تطورات المشهد في تونس بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد تجميد عمل البرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس العاصمة الكاتب والصحفي التونسي سعيد الزواري. أهلا بك معنا سيد سعيد. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد سعيد. يعني أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق اختصاصات مجلس النواب. بداية، لماذا جاء القرار في بيان مقتضب ولم يأخذ الشكل الذي صدر به القرار الأساسي؟ نعم، يعني ليلة أمس صدر يعني في ما يشبه التدوين على صفحة رئاسة الجمهورية حول تمديد الإجراءات الاستثنائية بما فيها يعني تمديد تجميد البرلمان وأيضا رفع الحصانة عن كل النواب إلى أجل أو إشعار آخر. هذا القرار يعني على مستوى الوطني هنا في تونس أعتقد أنه كان متوقعا يعني تمديد هذه الإجراءات الاستثنائية. أنه جاء بهذا الشكل حقيقة لا أحد يعلم يعني الطريقة العالمية التي تسير بها رئاسة الجمهورية. هناك نوع من الغموض، لماذا اختار الرئيس ربما لاقتضاب، وأن الرئيس إلى حد الآن ليس لديه الخطة الكاملة لإعلانها، ويفضل أن يعلن ذلك تلك الخطة في بيان مرتقب يعني في الأيام القادمة، يطرح من خلالها يعني خارطة الطريق التي يعني الجديدة بما فيها يعني تشكيل أو تعيين رئيس حكومة وأيضا الوزراء، وأيضا يعني الذهاب بالمرحلة الاستثنائية ربما إلى أبعد من ذلك، وأخذ إجراءات ربما أهم وأعمق تذهب حتى ربما يعني تعليق العمل بالدستور وإجراءات أخرى. وبالتالي فإنه هذه المرة جاء في شكل بيان مقتضب على صفحة رئاسة الجمهورية في انتظار أن يخرج رئيس الجمهورية ل يعني تلاوة القرارات المهمة في الأيام القليلة القادمة. كما ذكرت، البيان أيضا اشتمل على قرار رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء المجلس، يعني هناك تشديد على رفع الحصانة. هل تنتظر إجراءات إدارية بحق النواب الرافضين لقرارات السعيد برأيك بعد أن رفض القضاء إقحامهم في اللعبة السياسية على حد وصفهم؟ نعم، يعني بالتشديد على تمديد تجميد البرلمان الحالي وأيضا رفع الحصانة على كل نوابه، يعني أعتقد أنه من خلال ذلك يريد قيس سعيد أن يقول إن البرلمان هو الخطر الداهم الثاني الذي يعني جاءت من أجله كل هذه القرارات والإجراءات الاستثنائية. يعني البرلمان كان في شبه معطل طيلة عمل سنة ونصف، وكان يؤرق المشهد السياسي في تونس وهو جزء كبير من المشكلة، وبالتالي اعتمد قيس سعيد على ذلك في هذا القرار. ثم يعني قد بدأت الإجراءات، تحدثنا عن الإجراءات قد بدأت فعلا، هناك نواب اليوم منعوا من السفر، واعتقد أن كل النواب حتى النواب السابقين اليوم يعني في المجلس الفارط وحتى في المجلس التأسيسي هم ممنوعون من السفر إلى حد يعني وقت إشعار آخر، وهناك نواب يعني تحت الإقامة الجبهية. وبالتالي فإنه قد بدأ فعلا الإجراءات ضد النواب وضد بعض النواب وضد حتى بعض الوزراء الحاليين والوزراء السابقين. يعني والحديث يتحدث عن كل من تولى منصبا سياسيا في تونس بعد 2011 فإنه يشمله قرارات يعني المنع من السفر حتى إشعار آخر. أيضا على الجهة المقابلة، اتخذ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قرارا بحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة. ما هي الأسباب التي دفعت لذلك؟ وهل هناك انقسامات تضرب الحركة بعد التعاطي الفاتر لربما لقرارات سعيد الموصوفة بالانقلابية؟ يعني حركة النهضة تعيش منذ فترة مخاض كبير، مخاض داخلي كبير حول يعني تركيبتها وحول هيكليتها وحول حتى قيادتها وتمسك رئيس الحركة راشد غنوشي بالقيادة وبوحدة وسلطوية وعلوية قرار الأوحاد الذي يصدر من جانبه يعني في تهميش لكل مؤسسات الحركة. وبالتالي أن هناك أصبح غاضب ويعني يصرح في موقفه المعادي ربما في الحركة ولقيادة الحركة بشكل علني في وسائل الإعلام. وبالتالي فإن هذا القرار أعتقد أنه كان متوقعا يعني، وربما تصدر قرارات أخرى داخل شكرا الحركة. جزيلا لك. شكرا جزيلا لك سعيد الزواري الكاتب الصحفي التونسي، كنت ضيفا عبر الهاتف من تونس العاصمة.